عموما هنروح مع حضراتكم للدار البيضاء، ومعنا من المغرب موفد قناه الاهلي كريم احمد. كريم مساء الخير، اهلا بيك يا كريم. برحب بيك طبعا في البدايه يا باشمهندس عادل، كل التحيه ليك وكل التحيه للاستاذ ابراهيم منيسي، وتحياتي لكل جمهور ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه والتمرين اخباره ايه؟ وباذن الله يعني طمنا على حاله اللعيبه والاصابات والكلام ده. بالتاكيد طبعا يا باشمهندس عدلي، كل التمنيات والتوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، تركيز كبير جدا، معنويات مرتفعه، كل الامور الحمد لله منذ وصولنا هنا الى كازابلانكا الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومميز وطيب جدا لفريق النادي الاهلي. التدريب الاول كان مميز وكانت جرعه تدريبيه قويه، ويمكن الحقيقه عقب انتهاء المران تماما اشاد مستر بيتسو موسيماني المدير الفني بجديه اللاعبين وروحهم الكبيره جدا اللي كانت واضحه في التدريب الاول. النهارده يمكن بشكل عام يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، اليوم كان بادئ صباحا كالعاده بالامور الاعتياديه الخاصه بفريق النادي الاهلي، الفطار الصباح وجبه غداء 2:30، لكن الشيء المهم النهارده اكيد طبعا هو عمل المسحه الطبيه وفقا للبروتوكول الخاص طبعا بين وزارتي الصحه هنا في المغرب، وايضا كمان الكاف. انت عارف طبعا النهارده البعثه بالكامل 2:30 بتوقيت المغرب اجرت المسحه طبعا تماما لكل لعيبه النادي الاهلي في انتظار ان شاء الله النتيجه. يمكن عندنا معلومه ان ممكن النتيجه تطلع بعد ساعات او غدا صباحا ان شاء الله باذن الله، تكون النتيجه كالعاده سلبيه لكل لعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل. الامور الحمد لله طيبه جدا لكل اللاعبين، تركيز كبير يا باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم في فندق الاقامه، كل اللعيبه بقى حديث مستمر عن اهميه هذه المباراه. لعيبتنا الحمد لله يمكن التمرين اللي فات ما كانش فيه اي كرامبات، ما كانش فيه اي اصابات، وده الامر المهم جدا اللي بناكد عليه في كل مره. يعني بعد انتهاء اي تدريب بحاول ان انا طبعا اتكلم مع اللعيبه حد بيشعر بحاجه، لان احنا محتاجين مجهود كل لعيبه النادي الاهلي في مباراه ان شاء الله، مباراه يوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت المغرب. يعني في هذه اللحظات كمان نقدر نقول لسه واصلين حالا ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء، ملعب طبعا يبعد ب 30 دقيقه عن فندق الاقامه مع التامين طبعا، لكن بدون التأمين مين الجو مزدحم جدا، لان الفتره طبعا يا باشمهندس ابراهيم استاذ عدلي في الحظر بتكون صعبه جدا. احنا التوقيت اللي احنا متواجدين فيه في الطريق بيكون خلاص فاضل ساعتين او اقل من ساعتين على ابتداء الحظر، الحظر هنا بيبدا من 10 مساء حتى الخامسه فجرا، لكن الحمد لله وصلنا تمام، والكلها خلاص دلوقتي استعدادات خاصه بيها للتدريب، تدريب مغلق اعلاميا، فيه اهتمام كبير جدا من كل وسائل الاعلام، كاميرات كثيره جدا بتكون متواجده بره امام طبعا الملعب. صح، اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. بقول لك يا كريم، دلوقتي عايز اعرف الرأي العام والإعلام والأشقاء في المغرب عاملين إيه في اللخبطة دي؟ ثلاث فرق مصرية تقريبا متواجدة على الساحة الإعلامية وعلى الساحة الفعلية في المغرب، إزاي الدنيا ماشية وحجم الاهتمام بكل فريق عامل إزاي؟ بالتاكيد طبعا يا باشمهندس عدلي، يعني الاهتمام كبير جدا، ثلاث فرق طبعا سواء الزمالك بيراميدز ايضا النادي الاهلي، لكن كالعاده طبعا بقيمه النادي الاهلي الكبيره وايضا كمان بالكتابات الخاصه من المنافسين النادي الوداد، يعني نادي الرجاء بيشيد طبعا بالنادي الاهلي وبيقول ان هو ديربي قوي جدا وبيتكلم بشكل حلو جدا وطيب جدا على النادي الاهلي، ده حق النادي الاهلي طبعا، لكن انت عارف المنافسه هنا قويه جدا بين الرجاء والوداد. على الجانب الاخر ايضا كمان احاديث بتكون بسيطه جدا على نادي بيراميدز، ايضا كمان نادي الزمالك، لكن في اهتمام كبير جدا بالنادي الاهلي. انت عارف طبعا كالنادي الاهلي وجوده هنا في المغرب بقيمته الكبيره، بنشوف بعض الجماهير واحنا ماشيين كده اللي وصلنا للملعب بيشجعونا طبعا، كلها جماهير الرجاء بيشجعوا النادي الاهلي ويقولوا ان شاء الله ان انتوا تنتصروا. الشعب المغربي طبعا شعب طيب يا استاذ ابراهيم انت عارف، لكن قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، اهتمام كبير جدا جدا. وصلنا المطار في اول يوم كان في اكثر من 8 9 قنوات زي ما قلنا، واكثر من 10 مراسلين كانوا متواجدين، في اهتمام كبير اعلامي لفريق النادي الاهلي، لكن الكل ايجابي بقى بالنسبه للوداد، يعني انصار الوداد بيشيدوا طبعا بيه، هم ما بيتكلموش على الامور الخاصه بنقاط القوه والضعف في نادي الوداد، بيتكلموا طبعا النادي الاهلي الاصابات عندهم بعض المعلومات، يعني في ناس بتقول كهربا هيبقى موجود، في ناس بتقول ان الشناوي مش هيلحق المباراه، لكن الحمد لله يعني بطمن بقى جمهور النادي الاهلي تحديدا ان لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه باستثناء محمود عبد المنعم كهربا اللي لسه لم يتم حسم هذا الامر ليه. النهارده شفناه كده يعني امبارح طبعا في التدريب مشي طبعا حوالين الملعب وجري بسيط جدا، لكن ان شاء الله نطمن من طبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي بالكامل على الحاله الخاصه به محمود عبد المنعم كهربا، لكن الكل متواجد. علي معلول كمان رغم وصوله امس يا باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم خد جرعه تدريبيه كاملة. واضح ان الاصرار والجديه على علي يمكن واحد من نجوم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون موفق جدا في مباراه يوم السبت. جيرالدو كمان وصل مع علي معلول خد جرعه تدريبيه كامله، عشان كده بقول لك كانت في اشاده كبيره جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي تحديدا لعلي معلول وجيرالدو واللعيبه بالكامل على الاداء المميز جدا في الجرعه التدريبيه امس.
كريم اتكلمت مع بيتسو موسيماني ولا ما اتكلمتش؟ الحقيقه طبعا يعني نقدر اقول لك هو الراجل يعني ما بيتكلمش خالص بقى مع اللعيبه، مركز جدا بشكل كبير يا استاذ ابراهيم مع لعيبه النادي الاهلي، بس هو كلامه مع اللعيبه ومع الجهاز الفني على طول، محاضرات على طول، اجتماعات اكيد طبعا يعني بنلتمس له العذر بشكل كبير جدا. هو مركز مع فريق النادي الاهلي، احنا عامل مساعد يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي طبعا بنساعد لعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل على تركيزها الكبير، لكن ان شاء الله باذن الله احاديثه المكثفه مع الجهاز الفني واللاعبين تكون ليها فايده كبيره وليبقى مردود ان شاء الله باذن الله مع اختيار التشكيله الامثل في مباراه الوداد يوم السبت باذن الله يا استاذ ابراهيم. ارض الملعب عاملة ايه والجو؟ طبعا يعني احنا دلوقتي في ملعب كهرباء، طبعا احنا غدا هنكون في الملعب طبعا مركب محمد الخامس الاستقبال لهذه المباراه، لكن اختيار موفق جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه في ملعب كهرباء، ارضيته جيده جدا، الملعب هادي، يمكن هو في محيط سكني ما فيهوش امور، طبعا انت عارف ممكن يبقى في بعض انصار الوداد ممكن تلاقي حد بيصور هنا، حد بياخد لقطه هنا، لكن الحمد لله الامور دي يعني ماشيه بشكل طيب جدا، الملعب جيد، الجو فيه بروده بقى يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه، الجو فيه بروده في توقيت المباراه، درجه الحراره بتصل ل 15 و16 هنا في المغرب، لكن ده جو طيب جدا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. المناخ بقى يوم السبت باذن الله يكون في مصلحه اللاعبين، كل الاجواء تكون في مصلحه لعيبه النادي الاهلي. انا عايز بس انوه على نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي، احنا متعودين ان قبل المباراه ب 24 ساعه بيكون في مؤتمر صحفي، تم الغاء المؤتمر الصحفي الخاص بيوم المباراه، انت عارف طبعا بيكون في فتح لوسائل الاعلام 15 دقيقه في التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي، لكن اتاكدنا طبعا سواء من محمد ثابت مدير اداره الاعلام في الاتحاد الافريقي، وايضا كمان الدكتور عادل الكريم المنسق العام للاتحاد الافريقي، وايضا الدكتور شريف ابو العينين كانوا متواجدين النهارده، يمكن رئيس اللجنه الطبيه كانوا متواجدين للاشراف على المسحه الطبيه، يمكن كلمناهم كده على هامش المسحه قالوا لا خلاص يمكن المؤتمر الصحفي اتلغى قبل المباراه وبعد المباراه، احنا عارفين ان بيكون قبل المباراه مؤتمر ثم بعد المباراه مباشره بيكون في مؤتمر صحفي، دي نقطه كنا حابين نوضحها ليك يا استاذ ابراهيم ويا باشمهندس عادل القايه. هل اتلغى لاسباب احترازيه؟ بالتاكيد يا استاذ ابراهيم بالتاكيد في اجراءات احترازيه مشدده جدا هنا طبعا في المغرب تحديدا وبتحديدا في هذه المباراه، واكيد بالنسبه طبعا لمباراه الزمالك وبيراميدز هيطبق عليهم نفس هذا الامر، الاجراءات دي يمكن هم عاملين كمان فردين من البعثه الاعلاميه، يعني اللي هيكون متواجد في المباراه يوم المباراه مصور وحد يكون بيغطي كصحفي، لكن وجودنا هيبقى صعب في التغطيه الخاصه بهذه المباراه، لكن اجراءات اكيد بنحترمها بشكل كبير لان الحفاظ على سلامه اللاعبين هو ده الامر المهم اللي بيهم اكيد النادي الاهلي. الالغاء كان للاجراءات الاحترازيه فقط يا استاذ ابراهيم. كابتن الخطيب اجتمع باللعيبه ولا لسه؟ يمكن الكابتن الخطيب متواجد طبعا بيتابع اكيد مران فريق النادي الاهلي، جلساته بسيطه جدا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم، لكن اكيد الرسائل بتوصل للاعيبه النادي الاهلي، يمكن نتكلم على اللعيبه بشكل بسيط جدا، لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه الحديث عن هذه المباراه، لكن القيمه الكبيره زي ما بنقول وبناكد كل مره في وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، اما الكلام بيوصل للعيبه عن اسعاد جمهور النادي الاهلي وبذل كل الجهد في هذه المباراه، ويتبقى ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى لفريق النادي الاهلي، الامر ده هو اللي بناكد عليه ان شاء الله، لعيبتنا تبذل كل المجهود، وده اللي قاله اكيد الكابتن محمود الخطيب يعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا ان شاء الله، وثقتنا كبيره في المولى عز وجل باذن الله ان احنا نرجع من كازابلانكا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله تساعدنا في مباراه العوده ان شاء الله باذن الله. انا عايز منك حاجه بقى ايه على المستوى الشخصي، عايزك تسال لي يعني ايه كهرباء كاليفورنيا البيضه، وتبقى تجاوب علينا بعدين الا اذا كنت عارف دلوقتي. لا نسال يا باشمهندس عادل، نسال على هذا الامر ونجاوب معاك ان شاء الله، وممكن في خلال لحظات كمان يبقى معانا بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ نحاول نتكلم معاه فنيا بقى على الاستعدادات الخاصه، لكن وعد مني ان شاء الله اسالك على هذا الامر يا استاذ ابراهيم. استاذ باشمهندس عادل، العلاقه مع الوداد عامله ازاي؟ هل مسؤولي الوداد ظهروا في فندق الاهلي بعد الاستقبال؟ الحقيقه يعني اقدر اقول لك ان هو بس يعني يوم الوصول شفنا طبعا المندوبين طبعا وفروا طبعا الباصات الخاصه بيه لعيبه النادي الاهلي، لكن ما فيش تواجد في فندق الاقامه، يمكن في تحذيرات كبيره جدا ما يبقاش في اي حد متواجد، لكن كنا بنتمنى طبعا ان يكون في متواجدين الوداد المغربي تابعوا للنادي الاهلي يشوفوا اي امور خاصه بيهم، لكن بنشوف مندوب يوم او يوم، لكن ما باكد لك ان مش كل يوم بنشوف الامور دي، يعني في اهتمام اكيد طبعا للنادي الاهلي لكن بشكل مستمر، يعني اكيد طبعا كل الاحترام ليهم لكن بشكل مستمر، في اكيد في سؤال على بعثه النادي الاهلي لاي متطلبات، لكن متواجدين معانا يعني فريق الوداد والمندوبين لفريق الوداد متواجدين معانا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم. والسفاره طبعا مؤكد قايمه بدورها الكامل. بالتأكيد
بالتاكيد طبعا، يعني سواء السفير اشرف ابراهيم هو لسه ما وصلش، هيوصل بكره ان شاء الله باذن الله، لكن القنصل عمر منيب كان متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في استقبال فريق النادي الاهلي في المطار، متواجد معنا في فندق الاقامه، حضر تدريب الامس ويكون متواجد ايضا النهارده. كل يمكن المسؤولين عن سفاره مصر هنا في المغرب يقوموا بدور كبير جدا لتوفير كل الامور الخاصه به فريق النادي الاهلي، الانتقالات ايضا كمان التامين بياكدوا عليه بشكل كبير جدا، واكدوا على يوم المباراه ان شاء الله باذن الله ان التامين يكون جيد جدا يوم المباراه، وده الامر المهم جدا اكيد يا باشمهندس علي يا استاذ ابراهيم. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه السبت باذن الله، نكون منصورين ان شاء الله باذن الله. لسه في اجواء الدار البيضاء ما حدش عرف اي معلومه عن الحكام. كريم الظاهر خط، شكرا جزيلا لكريم، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بكريم.